بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثكم عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وقد استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وأوقدت بالنار حتى دكن ثوبها وكنست الفناء حتى اغبرت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الكلمات المباركات من أمير المؤمنين عليه السلام هي عبارة عن وقفة عرفان وامتنان وشكر من قبل أمير المؤمنين عليه السلام لسيدة النساء فاطمة صلوات الله عليها، فهو في هذا الكلام يذكر جانبا من خدمات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ذلك المنزل العلوي، ويظهر من المقارنات أن الحديث كان في زمان متأخر، يعني في زمان خلافته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يشير إلى معنى مهم، أن أمير المؤمنين عليه السلام الذي تولى الخلافة الظاهرية في سنة 35 هجرية، وفاطمة التي استشهدت في السنة 11، مع ذلك يقف موقف الشكر هذا متذكرا خدماتها وفضلها بعد قريب من 24 سنة، ربع قرن من الزمان، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام
يتذكر هذه الخدمات الفاطمية، وهو بهذا يعلمنا درسا عظيما في ثقافة الشكر في الحياة، ثقافة الشكر وأسلوب شكر الآخرين ممن يحيطون بنا ويتعاملون معنا، هي من الأساليب الحياتية المتطورة والرائدة التي ينبغي أن يتعود عليها الإنسان المؤمن وأن يتعلمها من أمير المؤمنين عليه السلام. في حديث سابق ذكرنا علاقة الشكر بين الإنسان وبين ربه بمقتضى حكم العقل بلزوم شكر المنعم عليه. فالمطلوب من الإنسان أن يديم حمده لله، شكره لله عز وجل في كل حال من الأحوال، يكون شاكرا. فإن الشكر كما بينا في حديث سابق من العبادات التي يلتزم بها قليل من عباد الله، كما قال في القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور. شكر الله أولا، ثم شكر قادة الدين، شكر نبي الله سيدنا محمد على ما قدم وعلى ما أعطى وعلى ما ضحى. ذكره بالصلاة شكر، زيارته شكر، التسمية باسمه شكر، هذه كلها ذكر لخدماته، وبالتالي شكر لتلك الخدمات. وهكذا الحال بالنسبة إلى أئمة الهدى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وقد مر لنا حديث في هذا المعنى. حديثنا هذه الليلة نتناوله بمناسبة الانطلاق من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حق سيدة النساء فاطمة، لنتعلم ثقافة الشكر كأسلوب حياة. أي إنسان يحيط بك من الممكن أن يكون له دور في نجاحك، هذا ينبغي أن أوجه له وتوجه له الشكر. قسم من الناس يتخرج مثلا، يدرس، يتخرج، يصير دكتور، يصير مهندس عالي، يصير تاجر كبير، طيب. قسم من الناس ينسب هذا النجاح لنفسه فقط، بينما في الواقع هناك عدد كبير من العوامل تضافرت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. لولا ذلك المعلم في الابتدائية، مو في الجامعة، ها، في الابتدائية، لولا أن أسلوبه كان جاذبا لك ومناسبا ومحببا للعلم بالنسبة لك، ربما أنت ما وصلت إلى هذا المستوى. ذاك المعلم وأنت صغير درس المادة بطريقة معينة شوقتك إلى العلم، لم تنفرك، لم تجعلك من الهاربين من المدرسة، فله فضل عليك في ما بعد. إذا شفت معلم من معلميك في الابتدائية، حتى لو أنت الآن دكتور وتعالجه، حتى لو أنت مهندس الآن وهو تقاعد
بعدما صار مدة في تدريس الابتدائية وانت درجتك العلمية تتجاوزه بمراحل، لازم تشكر هذا المعلم الذي بنى اللبنات الأساسية في شخصيتك كمحب للعلم والمعرفة. هذه الأخت اللي في داخل البيت ربما كانت تخدم، تعطي، ترتب لك أمورك، تهيئك للمدرسة، توجهك إلى ما ينبغي وما لا ينبغي، ربما هي الآن لم يحصل لها تعليم، ربما لم يحصل لها توفيق. قسم من النساء من الأخوات وضعهم بشكل يصير اللي في البيت تجلس، ما يصير نصيبها أن تتزوج بسرعة، فتتحول إلى راعية لإخوتها الصغار. لا تجي فيما بعد هذه الأخت الصغيرة اللي تخرجت وصارت ما أدري مدرسة أو دكتورة أو ممرضة وتشمخ بأنفها أنه هي أفضل من أختها. هذا كفران للنعمة، لازم تشكر لها كيف أن هذه الأخت من الصغر كانت تهتم بها وترعاها وتحقق لها مطالبها، تجهز ثيابها إلى غير ذلك، تعتني بشخصيتها، تنظفها، هذه تستحق الشكر وعلى هذا المعدل. وإلا عاد الإنسان كفورا. زوجة الإنسان جزء من نجاح أي شخص غالبا في هذه الدنيا هو أن يكون في منزله مرتب الأمور، طبخه جاهز وما أدري ملابسه مهيئة ومرتبة، وضع البيت وضع حسن ومناسب، هذا يوفر إليه الإمكانية لكي ينطلق في ميدان العمل وينجح فيه. وبالعكس أيضا الزوج الذي يحقق لزوجته شيئا من المال، شيء من العناية، شيء من الرفاهية، أيضا كل واحد يستحق على الآخر الشكر. بل حتى هذا الموظف اللي عندك يشتغل بفلوس، عامل البلدية اللي ينظف أمام بيتك يستحق منك الشكر. لعل إنسان يجي يقول قاعد يستلم راتب، فإذا ليش أنا أشكره؟ وربما بعضهم توسل بالقول لا شكر على واجب، هذا يؤدي واجبه ما يحتاج أن يشكر. هذا كلام باطل ولا صحة فيه أبدا. لا شكر على واجب ما جاءت لا في حديث ولا رواية ولا توجيه أخلاقي صحيح، بل جاء عكسها في الروايات والأحاديث. أكو شيء أوجب على الإنسان من طاعة ربه؟ ماكو شيء أوجب على الإنسان من طاعة ربه. مع ذلك إذا أطاع الإنسان ربه شكره الله عز وجل. فإذا أطعتك، عندنا في الدعاء فإذا أطعتك شكرتني، فإذا شكرتك زدتني. الله على طاعتك اللي لازم تسويها، إذا سويتها يشكرك على ذلك، يثيبك على ذلك، بل يباهي بك. عندنا وارد في روايات استحباب سجدة الشكر الأخيرة في الصلاة. الإنسان يستحب بعد ما يخلص صلاته أن يسجد شاكرا لله على أن وفقه لهذه الطاعة، وبالفعل هو توفيق. كم من الناس لا يوفقون إلى هذه العبادة؟ فإذا سجد الإنسان شاكرا لله، عندنا في الروايات هكذا قال الله لملائكته باها الله به ملائكته
وقال يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أمرته بطاعتي فأطاعني، ثم لم يكتف بذلك بل شكرني على ذلك، والله لأدخلنه جنتي. الله يباهي بك ملائكة، عندنا هذا التعبير باه الله به ملائكة فيما رأيت في بعض المواضع، لما بات أمير المؤمنين علي عليه السلام على فراش نبينا محمد. باه الله بموقفه هذا بين الملائكة وأشار إليه، قال تفضلوا شوفوا هذه هي المواساة، هذا هو الفداء. طيب عندنا هذا مورد من الموارد، ومورد من الموارد هذا أن الإنسان إذا شكر ربه على أثر صلاته باه الله به ملائكته. طيب تقول خب لا شكر على واجب، الله ما يحتاج أن يشكر هذا الإنسان قاعد مسوي واجب ماله. طيب ولكن مع ذلك غير الجزاء الأخروي يشكره أيضا ويباهي به. نبينا المصطفى محمد لما نزلت الآية المباركة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، كان إذا أخذ الزكاة من أحد يدز على الواحد يقول له أعطي الزكاة مالتك. طيب هذا مو مثل الخمس هو يجيبه، لا زكاة يدز عليه طلع زكاتك، فإذا أخرج الزكاة صلى عليه النبي، وقد أثر أنه صلى على آل أبي أوفى لما قدموا زكواتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وش سووا هذولا؟ الله قال طلعوا زكاتكم، هم طلعوها ليس أكثر من ذلك. مع ذلك مع أنهم قاموا بواجبهم فقط، إلا أنه مطلوب ما هو فوق الشكر لهم وهي صلاة نبينا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه وصل عليهم تختلف عن اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. والشاهد على ذلك تعليلها إن صلاتك سكن لهم. صار فرصة نوضح الفرق في وقت آخر حول الفرق بين الصلاتين. الشاهد إذن سالفة أنه هذا يؤدي واجبه ولا شكر على واجب هذا كلام لا معنى له، إذا قام بواجبه وأداه ينبغي أن يشكر، لأن مع الشكر تستمطر الزيادة. إذا واحد أدى وظيفته التي قام بها، إجا واحد وطنش حسب التعبير ما عليه منه، طالع إليه بنظرة هكذا وغاور عنه، هذا في تزهيد للقيام بالواجبات. أما إذا عكس ذلك جاء وقام بواجبه فقام رب العمل أو قام الطرف المسؤول أو قام الأب أو قام الزوج وأثنى عليه وشكره، هذا يطمعه باستمرار في أن يقوم بوظيفته وواجباته، وهذا أحد أوجه قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. احنا ذكرنا في وقت آخر أن هذه قد تكون جهة غيبية وإليها توجيه،
وقد تكون جهة اجتماعية، أنه عندما يشكر الناس النعمة وأداء الواجب تصير حالة من الحماس عند الجميع لأداء هذه الواجبات، فتكثر النتائج ويزداد الخير والبركة في المجتمع. فإذا ينبغي للإنسان أن يتعلم ثقافة الشكر كأسلوب حياة فيما بينه وبين من حوله. واحد أسدى إليك خدمة حتى لو كانت من واجباته، تعلم أن تثني عليه، تعلم أن تشكره، تعلم أن تحمد له هذا الصنيع. فإن ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي لا يحتاج إلى أحد وأوجب على الخلائق واجبات، مع ذلك إذا قاموا بها شكرهم وأثنى عليهم وجازاهم. في مقابل ذلك قد نجد حالة مناقضة لهذا الأمر، وهي حالة الكفران، وهذه أحيان كثيرة تنبعث من الغضب أو الجحود أو عدم تقدير جهود الآخرين. زوج زوجته على سبيل المثال يعيشون 30 سنة 40 سنة، تخدمه يخدمها، ترعاه ويرعاها، حتى إذا صارت مشكلة بينهما الواحد من الممكن يقول للثاني ما شفت من وجهش خير أبدا، أو بالعكس من شفتش ما شفت إلا النكد والمر، أو هكذا هي تقول له ما رأيت من وجهك خيرا. وهذا من الأمور التي قد تحبط عمل الإنسان. شنو معنى ما شفت من وجهك خير؟ 30 سنة إذا الزوجة، هذا الزوج قاعد يصرف عليها، يطعمها، يكسوها، مأمن إلها مكان، 30 سنة ما شافت خير، إذن وين كانت قاعدة؟ أو عكس ذلك، جي يقول لها أنا ما رأيت منك إلا الشر وإلا الضر وإلا المشاكل، زين إذا هالشكل كيف كنت تعيش طول هذه المدة؟ فيسبق أحيانا إلى الإنسان حالة الكفران، وهي حالة سيئة وسلبية. هناك حديث موجود في بعض كتب مدرسة الجمهور في صحيح البخاري، عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله مر على مجموعة من النساء فقال أكثركن في النار، ففزعنا، شنو هذا؟ قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير. تكفرن العشير يعني ما عندكم شكر إلى أزواجكم، ما تحمدون ربكم على النعمة اللي أنتم فيها. هذا الحديث أنا ما رأيته في مصادرنا الإمامية، وهو بظاهره معناه غريب. ليش؟ لأنه أن يجي النبي يقول إلى النساء ككل أكثركن في النار، هذا مشكل، لأن الآية في سورة الأحزاب تجي تعدد الرجال والنساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات، كل هذول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ماكو فرق، ش معنى هذول صار أكثركن في النار النساء؟ لماذا؟ فهذا المعنى معنى غريب.
لكن لو فرضنا صدوره، لو فرضنا، قلت في مصادر الإمامية أنا ما رأيته في هذا المقدار من البحث، لو فرضنا أنه صحيح فلا بد من توجيهه، إما توجيهه بأن النبي يعرف هالمجموعة من النساء اللي أشار إليهن، مو كل النساء في التاريخ، طيب هالمجموعة من النساء يعرفهن أنهن كافرات بحق أزواجهن، أنهن كافرات بحق أزواجهن، أنهن يكفرن العشير، أنهن لا يقمن بواجباتهن. هل مجموعة هذه بسبب هذا العنصر، طبعا في بعض الروايات عندهم إضافة تكفرن بالله وتكفرن العشير، كيف في ذاك الوقت اللي يفترض أنهن، هذا بعد فيه مشكلة ويا عدالة الصحابة، لأنه بالتالي هذولا كنا نساء مسلمات رأينا النبي وسمعنا منه فهن صحابيات، شلون يصيروا في نار جهنم بناء على نظرية عدالة الصحابة؟ شلون يكفرن بالله بناء على نظرية عدالة الصحابة؟ إذا صح هذا الحديث نقول النبي ربما كان يعرف هالمجموعة ويعرف السبب في ذلك، أنهن كن مقصرات متعمدات في حق أزواجهن، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك استحقاق لدخول النار، لا أن كل النساء في زمان النبي أو ما بعد زمان النبي رح يروحون إلى نار جهنم لأنهن يكفرن بالعشير، كلا ليس الأمر هكذا، ولكن أساسا كفران الآخرين من الأخلاق السيئة والأفعال الذميمة التي قد يتورط بها الإنسان. خلي يكون لسانك، وأظنه كذلك بحمد الله، لأنك تتبع منهاج علي أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللي بعد 25 سنة يتذكر أفضال فاطمة الزهراء، يتذكر أفضال زوجته. أنت أيضا خلي عينك على النقاط الإيجابية لهذه الزوجة، والزوجة أيضا نفس الأمر تشكر صنيع زوجها وهو يشكر صنيع زوجته، وإلا من الممكن أن يصير فعلا الزوج كافر بحق زوجته، لا يشكر شيئا، لا يحمد شيئا، يوم من الأيام مثلا صار عندها تقصير، يوم من الأيام تعب عندها وبالتالي لم تقم ببعض الأعمال، فإذا به شيل الدنيا عليها، أو العكس، يوم من الأيام هذا الرجل ما عنده قدرة مادية على أن يلبي كل الطلبات، فإذا بها تقول له ما رأيت من وجهك خيرا قط. ينقلون قصة امرأة تسمى اعتماد الريمكية، جارية من جواري المعتمد ابن عباد في الأندلس، هذول كانوا أمراء في حدود سنة 450 هجرية، ومشهورة قصتها، بس تشير إلى أن الإنسان إذا كان كفورا لا ينتهي إلى الخير. هذه كانت في أول أمرها جارية تباع وتشترى، لكنها كانت جميلة جدا، وكانت عندها آداب اللغة العربية كثير، شعر، أدب، قصص، وذول بعض الجواري في تلك الأزمنة كنا يتعلمن هذا التعليم حتى ترتفع قيمتهم. فرأى هذا الأمير الأندلسي المعتمد ابن عباد هذه الجارية، شاف شكلها بعد تخربط، الرجل
فقد أوله آخره، طيب وقع في الحب من أول نظرة. طيب سأل منه مالك، قال له لفلان راح يساوم إياه فاشتراها بأغلى ثمن قيل له وتزوجها فملكت عليه أموره. وهذا فد مصيبة، ترى أن امرأة تملك على زوجها كل شيء من أجل لذة شهوية، هذا الشيء سيء. مطلوب الإنسان أن يحب امرأته حبا شديدا، أيضا أن يتعشق امرأته تعشقا كبيرا، ولكن ليس صحيحا أن يكون خاضعا لشهوته. ففي الحديث ما أقبح بالعبد أن تكون له شهوة تذله، يتعلق بهذه المرأة الفلانية بحيث تصير الآمر الناهي ويصير ذليل أمامها، لازم كل شيء اللي تقول حتى لو كان في غير طاعة الله يقوم بذلك وإلا تحرمه. هذا إسفاف، هذا ذلة غير مطلوبة. وإن كان الحب للزوجة في أقصى درجاته مطلوبا، وكذا العكس أيضا نفس الشيء، ليكون زوجة تحب زوجها إلى الحد اللي تكون ذليلة حتى لو أمرها بغير طاعة الله من أجل التمسك بهذا المقدار. المهم هذا كان وقع في حبها إلى هالمقدار، غرق فيه بحار حبها، فكان لا يرد لها طلبا أبدا. هذا وليه يوليه، هذا اعزله يعزله، هل إمام الجماعة شيله من هالمسجد يشيله، ذاك الرجال حطه يحطه، وعلى هذا المعدل. وأما الصرف في الأموال فحدث ولا حرج، كان عندها التراب والذهب شيء واحد في إنفاقه وتبذيره. إلى يوم من الأيام يقولون أن هذه المرأة شافت من بعيد وهي في قصرها نساء قرويات جايين يمشون، اليوم يوم مطر، فكانوا يخوضون في الطين، فتذكرت أيامها أيام صغرها واشتاقت إلى أن تصير مثلهم. قالوا لها ما يصير، أنت زوجة الأمير والذهب يخضع إليك والديباج والحرير. قالت لابد، أنا طمعي ومرادي الآن لازم أخوض في الطين، ما يصير برا، هذه فضيحة تصير. قالت أنا المهم هذا مطلوبي واللي تريدوا سووه. فإجوا فكروا أن نسوي إلها نفس المساحة في القصر، القصر يكون مغطى، نسوي إلها مطر صناعي حسب التعبير بماء الورد، ونخلي إلها أيضا مساحة طويلة جدا من التراب، وحتى ليصير ريحة قدمها هذه الاعتماد المحترمة ليصير ريحة الطين، اخلطوه بالزعفران. شوف الزعفران مسافة مثلا 100 متر منا إلى هناك مخلوط في هذا التراب، شقد من الزعفران لازم يصرف. طيب وأيضا لازم يشكلون القصر بشكل اللي كأنما مي مطر ماء ورد، لازم ينزل من فوق على شكل أمطار خفيفة. المهم ظلوا يجهزون الناحية من القصر مدة طويلة من الزمان، حتى هذه هي وجواريها تتحقق منها رغبة واحدة. فعلا سووه، جت العصر هي مع جواريها ونزعوا أحذيتهم وظلوا يلعبون في الطين المخلوط بالزعفران وماء الورد، والمطر يرش عليهم من فوق المطر الصناعي 2-3 ساعات، بعدين انصرفنا وانشغلوا هذول الناس ينظفون هالمشكلة اللي صارت. بعدها بحوالي شهر من الزمان اتزاعلت ويا هذا المعتمد ابن عباس، صار بينها وبينه كلام،
فقالت له والله مذ عرفتك ما رأيت منك خيرا أبدا من شفتك. فقال لها ولا يوم الطين؟ يعني حتى ذاك اليوم يوم الطين اللي العمال يشتغلون شهر كامل فيه وذيك المصاريف هذا بعد مو خير؟ هذا معنى أن تكفر العشير. طبعا مثل هالنعم لا تدوم، اللعب بالنعم هكذا يقولون بعد مدة من الزمان، حيث أنه زادت النقمة عليه من قبل الرعية وإجا واحد من أعدائه وبسرعة اقتحم هذه الولاية والأمارة وأسقطه، وأصبح هو وهي يعيشون في ضنك يتمنوا ريحة الخبز كما يقولون، ريحة الخبز يتمنوها. فلا ينبغي للإنسان أن يكفر عشيره، زوجه أو زوجته، صار زعل، صارت مشكلة، صارت قضية، ليجي يقول أنا ما شفت منك خير، تجي تقول أنا ما شفت منك خير أو العكس. وإنما الإنسان يكون منصفا ويتذكر هذه الخدمات التي أدتها له أو التي أداها إليها. هذا ما يعلمنا إياه سيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. خل نتعلم، لكل أحد نقول شكرا. الخطيب يقول إلى الناس المستمعين شكرا لكم على استماعكم، المستمع يقول لخطيبه كذلك، المدرس يقول لطلابه شكرا لكم، الطالب يقول لمدرسيه، رب العمل لعماله، العامل لرب العمل، الزوج للزوجة والزوجة للزوج. وعلى هذا المعدل كلما شكر الإنسان أصبح حامدا شاكرا، بدل أن يكون كافرا جاحدا بنعمة الله أو بإحسان الغير إليه. سيدنا علي عليه السلام يتذكر مواقف الصديقة فاطمة سلام الله عليها ولو قبل 25 يوم، قبل 25 سنة. رسول الله صلى الله عليه وآله يتذكر خدمات السيدة خديجة سلام الله عليها، وفي ذكره لها شكر، يتذكر من قبل 10 سنوات و13 سنة و15 سنة، ومن بداية البعثة، آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها حين حرمني الناس، رزقت الولد منها وحرمت من غيرها. هذا الذكر هو شكر. اذكروا آلاء الله أولا، فإن ذكر آلاء الله شكر له، واذكروا خدمات الناس إليكم، فإن ذكر خدماتهم لكم هو شكر لهم، وهو ترغيب في المعروف وفي الخير، وهو زيادة في العمل الصالح في المجتمع. وكان ينبغي لهذه الأمة أن تشكر نبيها صلوات الله وسلامه عليه على ما قدم إليها من كل خير ومن كل جهد، وشكر ذلك كان يتمثل في أن يحفظ في ولده، كما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. يعني المفروض كان النبي اللي ربط حجر المجاعة على بطنه جوعا وجاهد في سبيل الله حق جهاده من أجلكم وتحمل كل شيء، أن تشكروه بحفظه في أهله وبنيه،
ولكن كما يقول الشاعر: كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير، لو أكرماها ولكان الجميل أن يقطعاها فدكا، للجميل أن يقطعاها، بدل ما كان يقاطعونها ويغاضبونها، كان المفروض أن مطلب فدك وأمثاله من المطالب أن تعطى إليها هي وذرية النبي صلى الله عليه وآله. لكن مع الأسف كما يقول دعاء الندبة: فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء بما يرجى، لهم معه حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء. وجاءت بنت الحسين لتقول معاتبة ومخاطبة: ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي، ما كان هذا جزائي، إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. إيش صار على ذوي رحم رسول الله؟ يقول: بعضن بالطيبة وبعضن في خراس، بعض بطيبة وبعض في خرى، بعض بسامرة وبعض برض كوفة، وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان، كل المصايب هونتها مصيبة حسين. لسان حال الزهراء: أنا دهري رماني بالرزا، يبكي الغالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزين مرتاح با، أعظم علي لون عن ناعي على حسي، أنا أبكي على أولادي ضحايا بيوم عاش، لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكس، كل المصايب هونيتها مصيبة حسين. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل من سن ظلمها وأذاها؟ نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول،
إلى أرواح موتاهم والسامعين ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.